مرحبا وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون عبارة عن إنه هلا ورا سيارة نحنا، أوكي؟ فراح ناخذكم جولة معنا، فجيكم كل السيارات راح نشوفها. عشان ما يكون ممل الفيديو راح فجيكم على السيارات ورا بعض مصورهم ستيب باي ستيب أو سيارة ورا سيارة من اللي شفناهن. والفيديو اللي بعد هيدا راح يكون ريفيل عن السيارة اللي اشتريناها، أوكي؟ راح طلع عليكم بالفيديو، خلينا نبلش يلا. سيارة جديدة. أوكي، راح نبرن بعدنا وعم نفتل وأونلاين وغيره. عساس كنت طالع لحالي انه امي زهقت من الموضوع تعبت فانا طالع على بيجيني تليفون انه خليك بدي اطلع معك لنشوف شو حيصير معنا. ف متحمس الموضوع لي اكثر من 10 دقائق ناطر بالسياره وان شاء الله خير، يعني ناخذ لكم لقطات من هناك. اوكي، وصلتنا من القصيبة، يعني كان بالطريق بدي اقول لكم عامل هيك ما عاد فيه ولا راس كثير عم يجاني عن جد قد ما فتلنا. اوكي، لقينا سياره اللي بدنا اياها وصورناها. القصيبة اللي ما بيعرفها هي منطقة فيها سيارات من امريكا بيجوا، اوكي، فبيكونوا مضروبين. يعني انت بتروح بتشوف السيارة ضربتها وين، يعني انت مش عم تجيبها من الشركة، عم تجيبها من معرض. فشفنا ضربتها وين، كانت منيحة، اهم شيء ما يكون الضربة على الموتير او الراديتير وهيك، اللي بالميكانيك بيعرف او بيعرف السيارة بيعرف شو قصدي، ان يكون الضربة على الهيكل من برا مش على التابلون من قدام، وهو شيء كتير مهم. يعني بتيجي بس بالبودي فما بتأذيها، بس بتغيره وبيعمل لها بويا وهيك فبيمشي الحال. ف موافيكم بكل جديد، بعده حكي مبدئي هلا نشوف كيف بتتظبط سعر اخر شيء وبنقلكم. هلا بالنسبه لاول سياره شفناها طلعنا لها كان فاكس لها، ما كانت نظيفه ابدا، انا بحط لكم الصوره بشي مكان هون. واليوم شفنا ثاني سياره صح؟ طلعت فيها امي ودورناها، الموتير بتحسه برا مش جوا بالسيارة، مش بالسيارة هو ابدا، صوته طق طق، فما عجبنا الموضوع ابدا. حتى القضوية مش قلت، اوكي، مش قضوية شركة، يعني ماكلي ضربة بامريكا حطيت لكم الصورة، فمش نظيفة. اوكي، هلا حاليا رح ندور على شيء تاني بس ما عارفين وين وكيف، حنتركها ستروبي مثل ما بيقولوا، يعني على السبحانية. فخبركم شو بصير بالمعرض. اوكي، هيك وصلنا على المعرض لنشوف السيارة، يا الله مساعدة تطلع منيحة نشتريها ونخلص من الموضوع كله. طيب اوكي، هلا طلعنا من المطرح اللي كنا نشوف فيها اخر سيارة، كانت كتير نظيفة صوته ما بينسمع صراحة، بس فيها كم شغلة، فيها شوية مي من فوق كانت عم فتحة السقف، يمكن غاسلين وفتحين البانوراميك فتحة السقف كلها، وعسندة تلاقيت فيها شوية قشير من الشمس. ايش كان بعد فيها شغلة؟ ايه، لون الخشب فيها شوي باير، فوقفنا عنده لهو ننزل السعر شوي كمان، فبعد عم نتفاوض، يعني مش من هي مش من هلقه او مش من هالموضوع كله. نشوف. اوكي، ما اخذ مسجلات كذا اليوم. اوكي، نحن هلا بالمعرض تقريبا حنشتري هالسياره اللي انا قاعد فيها، ما بدي بين لكم شو هي، لنشتريها حيكون الريفيل عنا بالفيديو الثاني. كثير متحمس، السياره نظيفه لحد هلا، فحصناها من كل شيء، ان شاء الله رح تكون هي رح تكون اخر شيء. واكيد انتم شفتوا كل السيارات اللي شفناهم بالصور اللي حطيت لكم اياهم، ف اذا كانت اخر سياره رح انهي الفيديو بس نعرف. اوكي، يلا بنشوفكم. واخيرا اشترينا السياره، قلت لكم بالمقطع قبل اذا اشتريناها رح يخلص الفيديو وخلص، تمام. ففرجيتكم على المعرض، ما قلت لكم شو السياره بالضبط اللي بقلبه، رح تكون يمكن ما تكون وحده منهم، بس هو هالمعرض اللي اشترينا منه. بالفيديو الجاي او اللي بعده رح يكون السياره فيديو عنا، فما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب للشانل. هيدا رح يكون اخر الفلوج، نشوفكم فلوج جديد، goodbye.